وقع البنك المركزي المصري ونظيره التونسي مذكرة تفاهم في المجال المصرفي. تهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل التجارب والخبرات في المجالات الفنية وفقا لاحتياجات الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي والتطورات الرقابية وسياسة سعر الصرف والموارد البشرية، وكذلك أنظمة التسويات وأنظمة وخدمات الدفع والشمول المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير أهمية اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية باعتبارها آلية هامة للنهوض بالصناعة المصرية وحل مشاكلها. خلال الاجتماع تم استعراض مطالب شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، كما تناول اللقاء استعراض الرؤية المستقبلية لتوطين صناعة خلايا الطاقة الشمسية ومقترحات استدامة هذه الصناعة في مصر. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلا معلوماتيا جديدا حول ديناميكيات التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والقيمة. وأوضح التحليل أن مصر أدركت أهمية الاندماج في سلاسل القيمة والتوريد، خاصة في ظل الموقع الجغرافي الذي يؤهلها لتكون ليس فقط جزءا من سلاسل القيمة والتوريد العالميين بل أيضا مركزا رئيسيا، وذلك من خلال ربط الشرق بالغرب. شهد اليوم الثاني لأعمال زيارة حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عقد عدة لقاءات مع شركات فرنسية بالعاصمة باريس. استعرضت الاجتماعات الخطط التوسعية للشركات في السوق المصري، فضلا عن استعراض أبرز الحوافز المطلوبة مطلوب توفيرها لتحقيق تلك الاستثمارات. أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أن الدولة لديها خارطة طريق لتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر، وأوضح وزير البترول أن الوزارة تعمل على دعم الإسراع بإجراءات تنفيذ المشروعات الجديدة الجارية بالمشاركة بين قطاع البترول وشركات عالمية رائدة وتوطين صناعات التكنولوجيا المتعلقة بهذا المجال محليا لجذب المزيد من الاستثمارات. وأشار وزير البترول إلى أن مصر تمتلك من المقومات ما يؤهلها لأن تصبح مصدرا موثوقا للهيدروجين لأوروبا والعالم. في سوق المال، أنهت البورصة المصرية تعاملات آخر جلسات شهر سبتمبر بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعاملات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، بينما مالت تعاملات الأجانب للبيع وسط تداولات بلغت 5.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 41% ليغلق عند مستوى 31587 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 64% ليغلق عند مستوى 7538 نقطة، وصعد مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 59% ليصل إلى 10732 نقطة. وافق مجلس النواب الليبي على تعيين ناجي محمد عيسى بالقاسم محافظا جديدا لمصرف ليبيا المركزي. كان بالقاسم يشغل في السابق منصب مدير إدارة الرقابة على النقد والمصارف بالمصرف المركزي، حيث تم ترشيح اسمه خلال اجتماع نظمته الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة.